هاي معاملتي من 28 من 18 لحد الان انا بدي اتراجع بي، ومعامله مال شهيد، ومعامله مال اخي الشهيد مال شهيد، يريدون مني سحب الصدور، لحد الان ما مستلم مني الفايل حتى ينطوني سحب الصدور، من 18 لحد الان هاي 18 سويت هاي العريضه. ولا هاي اربع مرات جاي، انا من سنون اجي من سنون يعني. شنو هي سبب؟ قلة الموظفين، وشوف القاعات كبيرة دي خلي يكثرون الموظفين، والنظام ماكو اخويا. الدائرة بالواسطات وبالمحسوبية وبالمنسوبية دحك. هنا عندك 16 رقم 16 لحد الآن بالسبعة الصبح جاي، لحد الآن ما طب. وسعت في الجوال مستلمين يمكن 200 معاملة، منين جابوها؟ منين فوتوها؟ وهاي تشهد عليها، هاي زلمة كبار، كلها ضباط وكلها جنود يعني متطوعين متقاعدين، يعني مو اهل كذب. طبعا من الطبيعي دائرتنا دائما يعني بها زخم لكثره اعداد المتقاعدين وورثه المتقاعدين، ونحن حاليا بشهر اذار وشهر رواتب العسكريين، وكما يعني هذا الشباك هسه شفنا هذول المراجعين، اي مراجع يراجع دائره التقاعد يراجع على هذا الشباك حتى نحوله يعني على اقسام، نشوف هو بين قسم شغلته بين قسم، لان تعرفون نحن المتقاعدين كل متقاعد او ورثه متقاعد موضوعه يختلف عن الاخر. الزخم الحاصل اللي موجود عندنا، اكو ناس قسم منها يعني مثلا شلون متوفي ينقل الراتب، يجون ورثه المتوفي يريدون ينقلون الراتب للاسره، او مثلا الراتب موقوف من بغداد برمز معين، او مثلا اللي عنده اثبات حضور. هسه حاليا بغداد استحدثت برنامج اثبات الحضور، طبعا هذا البرنامج نحن نحب هم نبين عبر قناتكم، يعني مراجعين يجون يراجعونا ايام الاسبوع، كل ايام الاسبوع نحن نقول لهم بس اثنين وخميس اثبات الحضور، اثنين وخميس، لان هذا على سبب من الارباك بالعمل. اثبات الحضور طبعا شنو هو؟ تتوقف الراتب يطلع على الحاسب، الراتب مطلوق لكن اثبات حضور، نتاكد من شخصيه المتقاعد بين هو على قيد الحياه وداخل القطر، وعندنا برنامج نطلق الراتب خلال اسبوع او 10 ايام. يعني اكو بعض المراجعين يقول اني صار لي من ساعه صباح نعم نعم، ومنهم يقول اني صار لي يومين وثلاثه واربعه نعم، ولحد الان ما مشيت معاملتي. نعم نعم استاذ، انتم زرتونا اكثر من مره وشفتم موظفين، يعني موظفين الموظف الواحد يعمل كاكثر من 5 موظفين او 6 موظفين، الموظفين ما مقصرين، المراجعين هم اهلنا طبعا، هم اخوتنا وامهاتنا يعني نحن اهلنا هذول، نحن بخدمتهم، بس هي سبحان الله عدد المتقاعدين كثير والكادر قليل، ونحن ان شاء الله ما نقصر.